يا زكريا إنا بشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا Oh
Thank you.
فأوحى
وسلام علينا يوم ولد ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب موعد إذ ارتبطت الأنبياء فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فتمثل لها بشرا سويا قال
قال ربك هو علي. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. وكان أمرا مقضيا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، فناداها تحتك سريا. صدق الله العلي العظيم.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin, subhanallah, pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim itu telah dikumandangkan oleh Qori tingkat internasional Al-Karomal Ustaz Samsuri Firdaus. Semoga apa yang beliau bacakan